توزيع السلال الغذائية الرمضانية إلى عوائل الأيتام والمتعففين في مدينة الفلوجة قدمها المحسنون وأهل الخير في هذا الشهر الكريم، فنشاهد. يلا شيخ. وقف وقف على كيفك حجي. ثلاثة ثلاثة. مطبخ الخيرات في مدينة الفلوجة جهز اليوم وجبة إفطار متكاملة إلى 80 عائلة في مدينة الفلوجة بتبرع من أحد الأشخاص، فنشاهد.